قصة ليلى ديال مراهقة غادي تصاب بحول في عينيها وغادي تعاني من نظرة المجتمع القاسية وكلام بعض الناس اللي ما تعرفوش الرحمة. في حلقة اليوم غادي نحسوا بإنسانة عانت من التنمر ونفهموا أنه ما هو إلا أذية للغير. غادي نعيشوا معها التجربة كأننا حنا في بلاصتها. فوق من هذا الشيء كان غياب ديال دور الأبوة في حياتها اللي غادي يخليها أنها تقلب على واحد الحضن دافئ عند أشخاص غلط اللي غادي تتأذى منهم. ما تمشوفين وبقوا معنا في حلقة اليوم لأنها عبرة للجميع. سلام سلام ومرحبا بكم من جديد على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ما ديما أموركم هانية. أول حاجة غادي نبدأ بهذه الحلقة شكرا للمتتبعين من لندن أكادير أمريكا الرباط الناظور طنجة الداخلة آسيا ألمانيا الجزائر فقيبن صالح سلا الدار البيضاء قلعة صغارنا إسبانيا بروكسل الجزائر الرشيدية فرنسا برشيد إلى ما آخره. قريت التعليق نتاع كل واحد من يتبعني تبارك الله شكرا لكم من داخل أرض الوطن ومن خارجها. شكرا للمغاربة وحتى الغير المغاربة وصراحة يشرفني وأنا جد سعيدة باش أنهم يكونوا عندي متتبعين بحالكم. شكرا أيضا أنكم كتاخذوا من وقتكم وكتفرجوا فيها وكتكتبوا لي فوق من هاد الشي تعاليق. فإذا كنت جديد مرحبا بك على قناتنا اليوتيوب سلامي لك اللي كتوعدكم دائما بالإفادة. وإذا كنت من أهل الدار فراك حافظ الجملة الدار دارك. ما تعطلوش أكثر ونقول لكم لنبدأ. صاحبة القصة غادي نختاروا لها كاسم مستعار لمياء. كتقول لمياء قصتي كتبدا من نهار حليت عيني مات الاب ديالي وانا صغيره انا وخوتي الاخرين حنا بينا خمسه ثلاثه ديال البنات وزوج ديال الدراري. الاب ديالي غادي توفى وانا عندي عامين. اختي الكبيره خلى عندها 16 سنه دازت ديك المرحله الصعيبه بزاف على ماما. في هذا الوقت ماما ما كانش عارفه شنو دير واكيد دازوا علينا معاناه كثيره على حسب ما كتعاود لينا. انسانه ما قارياش ام الفغير الدار بين ليله وضحاها غادي تلقى راسها في وسط واحد المسؤوليه كبر منها بزاف. في هذا الوقت ما كانت يزورنا حتى شي حد ولا يدق على بابنا شي حد يقول لنا شنو خصكم واش تعشيتوا ولا شنو كليتوا. حنا كنا ساكنين غير في ديور الكرة ماما مقاتلة علينا حنا خمسة ديال اليتامى وباقيين صغار غير غادي يموت بابا الله يرحمه غادي تقطع ديك صلة الرحم بينا وبين خوتو خصوصا واحد عمي اللي كان مسك عليه ربي اللي كان عنده البهايم والقمح والزيت الخير اللي تيكون في البلاد كان عنده كثير تبارك الله ولكن عمرو ما سول علينا واش عيتو واش كليتو واش تكسيتو. كان مول الكرا كيجي كيدق علينا وتيقول ماما يا غادي تحطوا الفلوس يا غادي تخرجي انت ولادك وحنا كنا باقيين مازال صغار. ماما غادي تبدا كتجمع في الوراق حتى بدات كتاخذ الصالير ديال بابا اللي كانت ياخذ ولكن ما خداتو حتى من بعد عامين. ومع الشهداء اللي كانوا كيموتوا كانوا كيعطيو للعائلات ديالهم راتب اللي هو كبير غادي تشد تقريبا ماما 18 مليون هي باش غادي تشري لنا واحد الدار فاش عايشين دابا واخا غير سفلي وسطح المهم الحمد لله كاملين فيها الاصلاحات وفيها الماء والضو وكنا مخبين فيها. وهنا فين غادي تبدا المعاناه ديالي في هذه الفتره من بعد ما رحلنا ليها. كانت عندي ديك 5 سنين بحال هكاك كنت يلا دخلت للتحضيري فبحكم انه ماما كانت كتخرج تتجري في الوراق في داكشي ديال بابا فكانت كتخليني مع اختي الكبيره اللي اذا كانت بغات دوش ليا كانت كتقتلني بالعصا خصوصا كنت ناكل تصرفيق. بحكم اني كنت باقا صغيره وما تنحملش الدوش فكانت يدوز عندي هذاك النهار كحل كانوا خوتي تضربوني بزاف. هي فعلا انه هاد اختي الكبيره اللي كليت ما عندها العصا بزاف هي اللي رباتني حيت ماما كانت كتخرج تقضي اغراضها وكتخليني مع اخوتي كاملين. ملي كندير شي حاجه ما كتعجبهمش كانوا تيصرفقوني بزاف حتى غادي تولي لي هاد العين اليسرى اتميل. كل مره كنت ناخذ تصرفيق والعصا عيني بهذا المعنى ولات حوله كتقول لميا انا ما بغيتش نبكي ولكن ما تنحملش نتفكر هذا الشيء حيت كيضرني بزاف تنمر والحاله النفسيه اللي غادي نعيشها من بعد كتاذيني بزاف كنت اذى منها. كتقول لميا واحد الوقت الجيران ولاو تيقولوا لماما واش ما رديتيش البال لميا راه عينيها ما بقاتش كيف ما كانت يمكن الا حولت ليها. ماما فاش قلبتها ليا شافت بلي بصح وهنا فين ولات كتديني عند الطبيب اللي تيقول ليها غير تدير الترويض ولا تيخرج ليا بعض المرات شي تقطيرات ولا يخرج ليا نظاظر وصافي. وانا تنكبر والمشكل ديال عينيا غادي تيكبر معايا 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 15 16 وصلت للثامنه وليت في المدرسه ما كنحاولش انني نتناقش مع البنات غير باش ما يعايرونيش بعيني. وتخيلوا اذا كنت بغيت نخرج للزنقه كندير راسي كنحك عيني باش ما يشوفونيش الدراري ويعايروني بها والمشكل تيكون واحد كبير بلحيتو
وتيقول لي والحولة والعورة. وأقسم بالله كان تيجيني واحد الإحساس ما بغيه حتى شي حد فيكم، وأنا تنكبر والمعاناة كتكبر معايا. فاش وصلت للثامنة كنت دخلت في سن المراهقة اللي غادي تخليني باش أنني نولي نقلب على أنني ندير المكياج ونتقاد اللبس هذا ونقاد هذه، المهم غير باش ننال إعجاب الشباب. واحد الشاب في ديك الوقيتة غادي نتعرف عليه من المدينة ديالنا وغادي نقبل باش أنني ندخل معاه في علاقة، علما أنه باقي عندي نفس المشكل. واخا هكاك كنت زوينة، شعري كان طويل وزعر وجايبة العين، واخا كنت ديما كنعاني من التنمر من ديك العين، وتخيلوا اللي بغى يعايرني كانت يقول لي شحال هادو. المهم انا في ديك الفتره كانت جاتني سن المراهقه خايبه، الحمد لله انني ما تبليتش اولا كندير شي حاجه من هذا الشيء، ولكن جاتني بطريقه اخرى. غادي نجح وطلعت للتاسعه وانا مازال باقا مع هذا الشخص في علاقه، ما غاديش ننجح وغادي نعاود، وما غاديش ننجح وغادي نعاود باستعطاف. 5 سنين وانا مع هذا الشخص، 5 سنين وهو متلفني على قرايتي، ما خلينا حتى شي زنقه، كل شي عارفني معاه لدرجه وليت مشوهه في المدينه فين تنعيش حيت كانت صغيره وكل شي كان تيعرف كل شي. خويا في ديك الوقت يلاه كندخل العسكر، وهذا الانسان الاكس مع من كنت ما كانش تيحمل خويا، وخويا حتى هو ما كانش تيحملو. نهار ساق لي الخبر بلي انا معاه، حيت الدراري صحابو غيمشيو يبركو بيا بلي انه اختك شفناه هنا واختك شفناه مع هذا، ما غاديش يرضى. ووقت ما جا كونجي كان كيقلب ليا التليفون ديالي، واذا لقى شي حاجه ديالو عندي كيشد الصمته ديال باش كيتحزمو العسكر وكيقتلني بلاصة. ما خلى نتفني، ما خلى ضرب ليا راسي مع الحيط، ما خلى ما دار ليا، وانا والو ما بغيتش نفيق. هذاك السيد ما بغيتش نتفارق عليه، كيبان ليا غير هو الملاك، هو اللي كاين. كنبقى نقول لهم غير فلان فلان فلان. في 2017 واحد النهار خويا جا للدار وجاب معاه واحد الراجل اللي كنعرفوه وموالف تيدير الخير، وهو النيت اللي وقف مع خويا حتى خدم. فجا عندنا قال لي خويا واش ما كتعرفش شي طبيب مزيان في واحد المدينه باش انهم يديروا لي العمليه، حيت كان قال لهم واحد الطبيب اللي الحل الوحيد ديالي هو العمليه. هذاك السيد غادي يقول ليه ماشي مشكل، جيبوها لعندي وانا غادي نتكلف بالمصاريف ديالها كلها، ديال عمليتها وحتى ديال دواها، خليوها غير تسالي قريتها. وفي الصيف دير واحد الورقه من عند الطبيب بلي تيقول بلي انه فيها خاصها دير العمليه، وديك الساعه جيبوها ليا. فعلا ساليت القرايه، مشيت تعاود دوز، ودار لي الطبيب ورقه بلي انه عندي عمليه وماشي ترويض ولا نضاضر، جبتها ليهم في ديك المدينه. في مده سيمانه تيسرات لي العمليه، الدوسي ديالي تجمع في 15 يوم، 3 ديال السوايع وانا في البلوك سالاو فقط. يا الله حياة جديدة، بغيت غير امتى نحيد ديك الفاصمة ونشوف عينيا، بغيت غير امتى تكون عندي حياة هادية وحتى حد ما يبقى يتنمر عليا. الاطباء غيجيو عندي ويقولوا لي بلي غادي ترجع لك عينيك، ولكن شوف باش انا كي تشوفي 10 على 10 ما يمكنش، حيت هما اصلا داروا لي غير التزيين. وها هو جا الوقت باش انهم يحيدوا لي الفاصمة. كل شيء تصدم، جاتهم في شكل كيفاش نجحت هاد العملية بذيك الدقة، كل شيء استغرب، والاطباء بدو كيصوروا لي عيني وفرحانين. المهم العملية نجحت، رجعت لدارنا، اللي جا عندي تيبقى كيشوف عيني، ولاو كيضربوا لي المعاني، ايوا هي تقدت ليها العين، دابا طير تزوجي، اولا رجعت لها عينيها بغات طير. هو فعلا كنت انسانة غير رزينة، كنت خفيفة، رجعت عيني وليت بغيت غير فوقاش نولي نخرج، نقاد المكياج ونلبس، كأنه بغيت نوري للعالم مناش تحررت، كأنني كنت هازة واحد العيب كان ثقيل عليا، حسيت انه تعودات لي الحياة وتزاديت من جديد. مسحت تصوري ديال الماضي حيت ما بقيتش باغا نشوف راسي بديك المشكل اللي كان واقع ليا ولا حتى نتفكره. في هذا الوقت كنت مازال في علاقة مع هذاك الاكس اللي ما كان تيبان ليا والو من غيره، ولكن هو كان تيضحك عليا وانا ما كنت جايبة الدنيا اخبار. ها هي دازت 5 سنين، 5 سنين من حياتي اللي ما درت فيها حتى شي حاجة، الكاتريام هو الاخير ما شديتوش، غادي نقرا فيه 3 سنين، العام الاخر ديالي فيه حتى قلت غادي ينجح، ما عجبش معدل مزيان وانا نسقط فيه. هنا فين قال لي اخويا اقسم بالله لا باقي طلعتي ليه ولا قريتي فيه ولا حطيتي رجليك في شي مؤسسه، ما تقبلتهاش وجاتني صعيبه بزاف، حيت غادي نجلس غير في الدار وما كاين ما يدار، واما غادي يفكروا باش انهم يزوجوني، ولكن راه كلشي كان من الخير. وليت جالسه غير في الدار، منين جلست ولا داك الانسان تيصوني ليا كل ساعه، فوقاش تخرجي واش ما تشوفوش، حيت بحكم فاش كنت كنقرا كنت كل نهار كنتلاقى به. في 2018 هذاك هو العام الاخير ليا في القرايه، منين جلست في الدار غادي تحبس هادشي كله، وعلاقتي بيني وبينه بدات كتبرد وما بقيتش مسوقه. واحد النهار غادي نعيط ليه وغادي نقول ليه السلام اللي بيناتنا سالا، ما تبقاش تعرفني واخر مره تدوي معايا، والله يرحم ليك الوالدين، عندك نلقى تصوري معاك عند شي حد،
راه والله ما غادي نعقل عليك حيت انت الوحيد اللي عندك. قال لي يلا صافي راني مسحتهم، وانا عارفه باللي انه والله اعلم ما عنده ما يدير بهم، ولكن ما عرفش شنو تقدر تجيب الوقت. المهم انا هذا الوقت بحيله بديت نفيق من ديك الغفله، وكنستوعب شنو كنت كندير وفاش كنت عايشه. بلوكيتو، بدلت نمرتي ومسحت اي حاجه عندها علاقه به. واخا تنقول راه يقدر شي نهار انه يبغي ينتقم مني بتصاوري وانا معاه، حيت راه علاقه ديال 5 سنين، يعني ما لا نهايه ديال التصاور اللي عندي معاه. دازت 2019 بمشقه الانفس، تيجي خويا تنخبي عليه تليفوني تيمشي عاد عاوتاني كنجبدو، جات كورونا وصافي. هنا اوفيسيالمون ما بقى حتى شي حاجه كيربطني بهذاك خاينه ولو كلمه، غادي نرجع لصلاتي. بديت كنتصنت الاحاديث ونتبع شيوخ ونقرا قران، علما انه جبهتي عمرها ما عرفت الارض الله يسمح ليا. غادي نختم القران ما مره ما زوج ما ثلاثه، بديت نحس بلي انه مولانا معايا، والحمد لله ربي بدا يطمئن لي قلبي على بزاف ديال الحوايج. من بعد غادي نطيح في مشكل اخر، انه غادي نتعرف من جديد على شاب اخر من مدينه واحده اخرى، غادي نولي متعلقه به لواحد الدرجه جنونيه، حتى قلت صافي راني تبت الله يجعل البركه ونجمع راسي من جديد، غادي نطيح في فخ ثاني. هذا الانسان كان كبر مني، لما عرف بلي انني تعلقت به غادي يلعب بالمشاعر ديالي ويولي يغبر بالشهوره، حتى تيقولها ليه راسو ويعاود يدوي معايا. كان انسان مغرور وغامض، وعدني بالزواج ولكن ما جاش. في هذا الوقت كنت محطوطه في واحد الموقف اللي هو مدلول، تضربني الفقه في نص ديالي، وكنبقى كنبكي على مولانا وتنقول يا ربي راني لدابا ما درت حتى شي حاجه في حياتي، يا ربي ما تمتحنيش بشي انسان، راني بغيت نتوب وندمانه، يا ربي قلعوا ليا من قلبي. دوزت ايام حارين ما كنتمناهم لحتى شي واحد، دوزت غير العذاب. بقيت على داك الحال حتى لواحد النهار وانا نقول لراسي نوضي توقضي، هزيت يدي للسما يا ربي راني ما بقيت قادره نتحمل حتى حاجه، يا ربي راني عييت، يا ربي راني ما كملت قرايه كيف الناس وما خدمت وما عندي مستقبل. وبديت نبكي 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 حتى كتشدني الهستيريا ديال البكا. بقى كنعقل في ليله القدر ديال رمضان من ديك السنه نيت، كان الامام تيدير دعاء ديال الختم، واحد اللحظه طحت على الارض وبقيت تنبكي تنبكي، حتى لواحد الوقيته الامام غادي يسكت وغيبقى غير كيسمع. يسحب ليهم وشدوني الجنون، وانا كان جاني واحد الخشوع وتضرع بقوه، قلبي كان عمر عمر بزاف وما عرفش نخويه الا بهذيك الطريقه. لما فقت من بكايا وهزيت راسي لقيت كل شيء تيشوف فيا، الجمع على قدو في اكثر من 200 خلق بين رجال وعيالات، صوتي كان كيتسمع بالجهد حيتاش هزيت بزاف. ما عرفش هادشي اللي وقع ليا واش حيتاش غياب الاب او لحنان الاب اللي مشيت كنقلب عليه في قنت اخر، او حيتاش كنحس براسي فاشله، او التنمر اللي عشتو من قبل الناس وما رحمونيش. كل متتبع كنطلب منكم انكم تهزوا يديكم وتدعيوا لي الله يدير لي شي مخرج، راني قنطت وعييت. عرفت بلي انه ما خصنيش نقول هاد الكلام، ولكن راه ضاق عليا الحال وما عالم بقلبي غير مولانا. انا باغا غير نخدم، ولا غير في باتيسري ولا مخبازه، وبحكم انني ساكنه في واحد المدينه اللي هي صغيره ما كاينش فين نتحرك، كلشي عيب وما كاينش اختيار كبير. ومنيتي نهز راسي، ومامتي عيات مسكينه، هي اللي كدور معايا مره مره، هي اللي كتهز من فلوس دواها وكتقول لي هاكي، راه ما تيصرف عليا حتى شي حد، انا باغا غير نتحرك، خويا ما تيعطينيش وتيقيل نقول عليا، خواتاتي مره مره اذا مشيت عندهم كيتهلاو فيا. هاد خويا الا جيت نحسب كاع شحال عطاني في حياتي كلها ما كملاش 500 درهم، كيجي كيعطيني 20 درهم، شنو ندير بها؟ ما شاريه لي حتى الخصوصيات ديولي، انا ما بغيت حتى شي حد يعطيني، انا بغيت نخدم. انا ندمانه على الماضي، يا ربي تسمح لي على الاغلاط ديولي. انا كنطلب من ربي ما يعاقبنيش بالطيش اللي دوزت ولا بالحرمان مناش عانيت، كيضرني قلبي على راسي وتنيأس، ولكن تنقول دابا يعوضني مولانا. اخر وصيه لكل متتبع ومتتبع، عافاكم ما تضربوش ولادكم ولا خوتكم على وجوهكم، عافاكم راعيوا لأي واحد ذوي الهمم الخاصة أو أي واحد تيعاني من شي حاجة في الصمت. وهذه هي حكايتي. لمياء يا لمياء جميلة قلبا وقالبا، تأكدي بلي أنه إذا استهزأ بك شي حد أو لا تنكر عليك، فاعلمي بلي أنه استهزأ بخلق الله، ومن استهزأ بخلق الله فإنه يستهزئ بالخالق. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أي واحد تسمعني يعلم ولاده وخوته ولنفسه باللي أنه التنمر والاستهزاء بخلق الله فهو مخاطرة كبيرة مع مولانا وسوء أدب. مولانا خلقنا وأحسن في خلقنا،
هذا من جهة. من جهة ثانية أنا عارفة بلي أنه غياب حب الأب أو الأب عامة الله يرحمه في حياتك خلاك أنك تقلبي عليه عند أشخاص غلط، أو بالأحرى تعلق الزائد اللي تكرر عندك لزوج مرات هو ناتج على واحد الجزء اللي كان خاوي في النفسية ديالك وما قدرش يتشبع. زائد على هذا تأكدي بلي أنه ماشي مشكل أنك تغلطي وتعاودي تغلطي، والأروع في هادشي كله أنك اعترفتي بالذنب ديالك أو بالغلط ديالك وتبتي. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تيقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فباب التوبة ديال ربي مفتوح في كل ثانية وللجميع. كدائما وأبدا شدي في حبل مولانا وما تلقيش منه، هو بيده اللي غادي يسر لك الخدمة وغادي يرزقك من حيث لا تحتسبين. وأكيد دعواتنا معك في الخفاء والله ما تيخلي حتى شي حد. وهذه هي كانت رسالتي لك، أما رسالة المتتبعين الكرام غادي يخليوها لك لتحت في التعليق، لأكيد ما غادي ينسوكش حتى هما من الدعوات الخاصة ديالهم وكلماتهم طيبة كيف العادة وكيف عودونا. شكرا لأنك شاركتينا عبرتك، شكرا لأنك شاركتينا داكشي اللي في قلبك باش نستفدوا منه ونتعلم منه. أنت عبرة للجميع، أنت قوية وجميلة. وهذه كانت حلقتنا اليوم يا متابعين يا كرام، ما تنسوش لمياء من كلامكم الطيب. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.